مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء أكد على اهتمام الدولة بالاستثمار. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بحضور 44 شركة عالمية وعدد من الوزراء قال إن هذا اللقاء مهم لتوطيد العلاقات المصرية الأمريكية باعتبار إننا أهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. كمان رئيس مجلس الوزراء قال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستثمار خصوصا في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس من خلال شراكة مجتمع الأعمال، ووضح ان الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومصر ليها اتفاقيات مهمة مع الدول الخارجية في أفريقيا وأوروبا وروسيا وكازاخستان وغيرها من الدول. قال كمان اننا بنواجه التحديات بسبب أوضاع الأسواق الناشئة، ونثق ان أمريكا كصديق ستدعمنا من أجل التنمية المستدامة في مصر. وأشار كمان سيد رئيس الوزراء إلى التحول الإيجابي في الاقتصاد واستقرار القطاع المالي بجانب التحول إلى اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار في إطار استراتيجية 2030 اللي بتمكن مصر من تحقيق الأهداف اللي بنسعى للوصول إليها. كمان رئيس الوزراء قال إن مصر بتقوم ببرنامج إصلاح اقتصادي من نوفمبر 2016 لزيادة التنافسية ودخول استثمارات جديدة للبلد بجانب إصدار قوانين جديدة للاستثمار والشركات وغيرها، وده بيزيد من جاذبية مصر للاستثمار، لافتا إلى أن الإنجاز الكبير الذي تحقق في البنى التحتية والطاقة وميكنة بعض الخدمات الحكومية ومدى انعكاس ذلك على المواطنين. وأشار لأن مصر حققت نمو كبير نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية التي ارتفعت إلى 18 مليار دولار من 16 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وأن الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل 44 مليار و 400 مليون دولار بيغطي 8 شهور من الاحتياجات المصرية. كمان رئيس مجلس الوزراء أوضح خلال المؤتمر ما قامت به الحكومة لتطوير الخدمات وإنشاء المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية لاحتياجنا لتوفير 900 ألف وظيفة سنوياً.